السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحد الأصدقاء بيسأل عن برنامج معين عايز الكراك بتاعه. طيب قبل ما أدور على الكراك، هل البرنامج ده أصلا ليه بديل متوفر في الصيدليات، برنامج مجاني أو سورس؟ طيب خلينا نشوف البرنامج اللي هو كان عايزه. تمام، ده البرنامج. طيب لو جينا نبص البرنامج ده، هو أصلا بفلوس؟ أه، بيت لازم تدفع فلوس عشان تشتري. طيب تعال نشوف البدائل بتاعته. هو في 63 بديل، طبعا في بدائل ممكن تكون اي كلام. تمام، فانا مش هقول لك اختار اوبن سورس، لا اختار فري. تمام، نبدا نشوف الفري. طيب بي دي اف 24 ده انا شغال بيه وده ممتاز على ضمانتي. تمام، ده برضو كويس، بس البي دي اف 24 ده اللي انا على طول بشتغل بيه. تمام، هتلاقي بدائل كتيره جدا. في بي دي اف رايدر، في زي ما انت شايف في بدائل كتيرة تقدر ان انت تختار بدل ما تدور على الكراك. لان مشكلة الكراك حاجتين، اول حاجة ان انت ممكن تلاقي موقع يكون فيه فيروسات فالجهاز بتاعك يتهكر، وفي ناس اترفدت من الشركة بسبب ان هو استخدم برامج مضروبة فده ضرب الشركة كلها، فلما عرفوا السبب اضطروا من الشركة. الحاجة التانية شرعية اللي هو ان انت تقول ان اشتريت البرنامج وتحايل عليه، وده غير قانوني وغير شرعي. فقبل ما تدور على الكراك حاول ان انت تشوف البديل.